الآن المقابلة النهائية لدوري كرة القدم المصغرة. الدوري تم تنظيمه بمناسبة ذكرى 47 للمسيرة الخضراء المضفرة، وكذلك بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال. هذا الدوري هذا كان مجموعة ديال المباريات قبل، دائما في إطار الأنشطة الموازية اللي كانت ضمها معهد ماجوغيل. اليوم عندنا اختتام الدوري بحضور مجموعة من الفعاليات ومجموعة من المنابر الإعلامية. هاد الأنشطة هذه دائما تأتي كما سبق أن ذكرت في إطار الأنشطة الموازية اللي كتجعل التلاميذ أنهم تحفزهم من أجل العطاء والمثابرة، وكذلك تصحيح مجموعة ديال السلوكات. كما كنعرفوا أن الرياضة هي غذاء للروح وغذاء للجسد، لذلك كندعو جميع الشباب وجميع الأطفال تجاه الرياضة كنشاط موازي من الأنشطة الموازية. اولا كنشكر الاطار اللي نظموا لنا التورنو هذه اللي لعبنا مزيان، وفي اول مقابله تمكننا من انتصار، وحنا يا الفريق ديالي انتصرنا وغنلعبوا دابا المقابله الثانيه ان شاء الله، وغنحاولوا اننا نربحوا ونجيبوا العز الماجوري. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا سعداء بالتواجد ديالنا هنا في ثانويه بنو زيدون العموميه اللي كتنظم بشراكه مع معهد ماجوريل هذا الدوري ديال كره القدم اللي كنعرفوا اليوم النهائي ديالو احتفالا بعيد الاستقلال المجيد. اولا كنشكروا السيده المديره الاستاذه اسيه حزيم، والسيده المديره الاداريه الاخت والاستاذه صوفيا المسعودي على التنظيم المحكم. شكرا لكم بزاف. شكرا للاستاذ ديالنا السي يوسف قطبي، التواجد ديالو لك صحفي ولك اداري ولك رجل تعليم دائما في اينما ارتحلنا. حنا فرحانين بهذه المناسبه، وهاد الوليدات كما شفتوا راهم عاشوا واحد الاجواء جميله ورائعه. كنتمناو مثل هاد المبادرات تكرر في كل مناسبه، وهذا ماشي غريب على معهد ماجوريل اللي كيقوم دائما بالاحتفال بجميع المناسبات لا الوطنيه ولا الدينيه. شكرا بزاف على هذه الاستضافه، ونتمنى لكم التوفيق والسداد، وشكرا للفائزين بكاس عيد الاستقلال معهد ماجوريل. تحياتي. أستاذ محمد زيدان، مستشار في التوجيه التربوي بالمديرية الإقليمية عين الشق. إذن أن أشكر معهد ماجوريل الخاص لدعوتي لي لحضور نهائيات دوري المسيرة الخضراء المضفرة. بطبيعة الحال نثمن هاد الأنشطة التي تساعد أولا على انفتاح التلاميذ وكذلك على ممارسة الرياضة وانفتاح على المجال الرياضي، وهو نوع من الأنشطة الموازية التي تقام سنويا بهذه المؤسسة. بطبيعة الحال كنشكرهم على هذا النشاط، وكذلك بالنسبة لهذا النشاط هو كيساعد التلاميذ على الانفتاح. كنشوف انه هذا الدوري كان ناجح جدا، وواخا ما كناش لاعبين ما دوزنا وقت زوين واستمتعنا بزاف. كانوا فرق في المستوى، اكثر اللي تاهلوا يعني كان لعب في المستوى واستمتعنا بزاف.